بعد ما مرينا فيه من تحديات وشفنا كورونا إيش سوت في الناس وأخذنا دروس وعبر جميلة جدا، فهناك من يكون حزين وزعلان على كورونا، ولكن كثيرين قالوا شكرا كورونا. لاحظنا الدول بدأت تنتهي به لموضوع الغذاء. ما رح نقول الاكتفاء الذاتي، لن يكون في أي دولة في العالم اكتفاء ذاتي، لأن طبيعة البشر والمجتمعات مترابطة وتعتمد على بعضها البعض في الأشياء، ولكن سيكون أغلب الدول ستركز في الغذاء على الاقتراب من بعض المنتجات من الاكتفاء الذاتي. بدأت إعادة النظر لاحظناها في دول الخليج في الاهتمام في الزراعة، شوية صار أكثر الاهتمام في الصناعات الغذائية ستكون محلية، لأن أنت لازم تأمن داخليا غذائك اللي يديم لك استمراريتك. سنجد تغير كبير في مفاهيم الغذاء. أعطي نصيحة لبعض الأشخاص وأنا تناقشت فيها مع بعض الزملاء في التجار والمبدعين، زراعة الهايدروبونيك، الزراعة المائية، الكل يفكر فيها على مستوى مزارع، ولكن نستطيع أن نفكر فيها على مستوى منازل. هل تعلم أن تقدر، وفي أفكار بسيطة، أن تكون مزرعتك في بيتك فقط متر في متر مع نور الشمس من الزجاج من البلكونة، أنت عندك مزرعتك وسلطتك وأكلك. طبعا مش كل الغذاء، ولكن عندك أكلات أساسية ممكن تزرعها في بيتك في الزراعة المائية. العالم يتغير.